طيب نخش في الحالات بقى على طول بتاعت الاهلي وبيراميدز، وبعد الفاصل هيبقى عندنا برضو الزمالك وغزل المحل. يلا مش فكره ان المدير الفني مجبر ان هو او عنده تحدي كبير بانه مش بس شايف بيراميدز وبيعمل تريكات تعدي بيراميدز، لا هو بيفكر في انه عايز يطبق افكاره باحسن شكل ممكن، فهي بالتالي هي حاجه محتاجه الوقت، لان التنفيذ في التدريبات مختلف تماما عن اللي بيحصل في المباريات، وهيبان ده جدا منك لو اتفرجت على الماتش. بقى تعالوا نتفرج سوا على الماتش بعين لويس سواريز، لان كان المخرج بتاع المباراه بصراحه موفق جدا في ان هو يدينا انفعالات لويس سواريز في معظم الهجمات، ريكاردو اسيت سواريز، في انه طول الوقت كان بيدي توجيهاته للعيبه اثناء بناء اللعب في الاهلي، وبالتالي احنا ركزنا في الموضوع. ركزوا ده، ركزوا بقى يا جماعه بقى التفاصيل، بقى اوعى التفاصيل، نخش بقى في التفاصيل بتاعه هو الراجل بيتحرك ازاي مع بعض، وهنا كان بيزعق لصلاح محسن وبيطلب منه ينزل. تعال بقى نتفرج على اللقطه تاني ونفهم كده واحده واحده هو الراجل ده كان بيدور على ايه والدنيا ما مشيتش ليه. ستوب، مبدئيا كده اثناء بناء اللعب مع الفرق القويه اللي زي بيراميدز انت لازم تبقى سابق بخطوه، بمعنى ان انت في لما الكره توصل لمعلول لازم يكون اوريدي صلاح محسن ضرب السبرنت، لان اللاعب اللي بيمسك اللي ماسك صلاح محسن هيتفاجئ ان صلاح محسن جري، لان اصلا الكره عند معلول، وبالتالي هنا المفاجاه في الموضوع. فاما اللاعب بتاع بيراميدز هيبقى كسلان مش هيطلع ورا صلاح محسن، فصلاح محسن يقدر يستلم الكوره، يا اما هيجري بصلاح محسن فتفضى مساحه وراه نستغلها. يلا، فبالتالي الراجل كان تفكيره او البناء اللعب بتاعه وتوجيهاته ان استلم اول ما تستلم يا معلول صلاح محسن انزلي. طب صلاح محسن ما نزلش، اتضربت البيلد، باظت اللعبه، باظت اللعبه، واصر على انه ينفذها مره تانية. يبقى في حاجات، مش بقول ان هي كده يبقى مميز، بس انا بقول انه محتاج وقت عشان الحاجات دي تتنفذ. شايف تاني. مره تانيه، تاني تعال يا ابني ما راحش. وبص ستوب بقى، ابتدى يبقى طلباته ايه كريم فؤاد. لكريم فؤاد ما تفتح يا حبيبي. ليه بقى شغل كده؟ عشان كريم فؤاد لو هو هنا ستوب، لو كريم فؤاد هنا هو اوريدي عدى اللاين الشمال بتاع بيراميدز، يعني الباص هيروح مباشره لكريم فؤاد، هيختصر وقت، او هيروح لعبد المنعم، يروح لكريم فؤاد، الراجل يعني هيتنقط، فيبقى عدى خط من الخطوط. لكن لان الافكار دي هو قايلها على السبوره وما لحقش ينفذها في التدريبات كتير لدرجه تخلي اللعيبه بتنفذها اليا، هو خسر المعركه زي ما انت شايف. هو بيخبط على 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 ركبتينه الاثنين، اللي هو ليه يعني، اللي هو ما احنا قايلين يا جماعه دي كده بالظبط كده، فتتحول الكره لكرات عشوائيه زي كده. طيب اهو تعال تعال بقى تعال، بيشاور له بالظبط كده، تعال بقى ليه، انا هشرحها لك بالظبط اهو، تعال عشان نشرح الفكره بالظبط للناس، ونشوف هي قد ايه بطيئه اتنفذت بشكل وحش، بطيء لدرجه خلت الكوره ملهاش لازمه. وصلاح يعني مش عارف هو عايز ايه، اهو صلاح محسن ابتدى يفهم، فتعال اهو عشان تتفتح مساحه يروح فيها مجدي قفشه، بس من كتر ما اتنفذت ببطء علي جبر جابها، من كتر ما هو ما يعني خلاص بطيء، لان الاصل فيها ان ما لعبهاش طويله. يعني هو الاصل في الهجمه دي على الارض بسرعه، على الارض ان انت هتنزل مصطلح عز الشهير، الراجل يسيب بيته فقفشه يروح في ظهرك، فانا هلعبها على الارض القفشه، فتاخرك ده خلاني عايز اعدي اتنين لعيبه فلعبتها طوليه. فعلي جبر طبعا بسم الله ما شاء الله، احلى ماتشات علي جبر من فتره. علي جبر انا عامل له كليب لوحده النهارده، واتمنى الحق اشغله. يلا طيب، اذا كان مجدي قفشه بينفذ طريقه اللعب دي ناحيه اليمين، بص طبعا التنفيذ صعب صعب، مصعب الدنيا مصعب الدنيا، فاهم؟ التنفيذ وحش وحش، يعني التركه واضحه قوي لما تتفرج عليها كده وهي متفصصه، بس لا هي ما تبانش، هي ما تبانش غير بعد تعب يعني. انت شايف ستوب مره تانية، احنا هنا بنتكلم بقى في ان اللي بيعمله مجدي قفشه ناحيه اليمين مطلوب من ناحيه الشمال، مطلوب من ناحيه اليمين من حمدي فتحي. فبص السبرنت اتضرب، فالكره اترمت بسرعه لحمدي فتحي، بس برضه التنفيذ بطيء. فبالتالي اللعيبه بعد ما بتوصل بتكافح، وان كان يعني ايه، حمدي فتحي مره قلشت منه، تاني مره بص الجاريه اخذ اللعيب معاه، اتفتحت، حمدي فتحي صنع منها فرصه. فالتركه موجوده، لكن كواليتي او جوده التنفيذ ضعيفه. ده السبب بتاعه ان الراجل مصر يحفظ اللعيبه ومصر يطبق الافكار دي، هو مش بيشتغل على افكار تقليديه، مش بيشتغل على تسهيل، هو بيشتغل على افكار مركبه. وبالتالي هو هنا على المدى البعيد الناس ممكن لو طبقتها كويس تكسب فرقه قويه، لكن على المدى القريب ممكن تخسر بطولات، وممكن بالمناسبه على المدى البعيد الافكار دي ما تطلعش اصلا افكار ناجحه.
صحيح. وما او يبقى ما بيعرفش يجدد في افكاره لانه هتتقري. اهو بص المره دي اهو كريم عمال يشاور لكريم فؤاد روح 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 بالظبط كده. بص كريم فؤاد بقى استلم الكره وحش ازاي. وحش قلبها هجمه على الاهلي. يبقى دي فكره بتنفذها في التدريبات بس ما لحقتش تاخد وقتها. النتيجه بتاعتها ايه؟ ان هي قلبت فكره على الاهلي. دي طيب. المره الوحيده تقريبا اللي اتنفذت بيها بشكل جيد، وكفايه كده بقى عشان ما نحرقش وقت الناس اكتر من كده.